بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير من بعث رحمة للعالمين محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي طلاب المستوى الرابع في قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الإدارية بالجامعة الإماراتية، أرحب بكم في محاضرتنا الثامنة والتي سوف تتمحور أو تتضمن الحديث عن صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي من حيث النشأة، أنشئ صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية بروتون ووتس سنة 1944 ميلادية من قبل ممثلو 44 دولة اجتمعوا لمناقشة أهم القضايا والمشاكل الاقتصادية الدولية من ناحية، والعمل نحو إعادة الاقتصاديات التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال البنك الدولي للإعمار والتنمية الذي رافق نشأة الصندوق. ولم يبدأ الصندوق بمزاولة أعماله إلا في عام 1946. إذن إنشاء الصندوق كان بموجب اتفاقية بين 44 دولة اجتمعوا لمناقشة بعض القضايا والمشاكل الاقتصادية التي كانت نتيجة للآثار المترتبة عن الحرب العالمية الثانية. وأنشئ موازاة مع إنشاء صندوق النقد الدولي البنك الدولي للإعمار والتنمية. الصندوق لصندوق النقد الدولي لم يبدأ بمزاولة أعماله إلا في عام 1946 ميلادية. ما هي أسباب إنشاء صندوق النقد الدولي؟ بالطبع ارتبط تأسيس الصندوق الدولي كما قلنا بسبب الآثار الاقتصادية المدمرة التي كانت نتيجة الحرب العالمية الثانية. هذا الأمر أدى إلى أن المجتمع الدولي أصبح بحاجة ماسة إلى إنشاء منظمة عالمية أو نظام نقدي دولي لمعالجة العالم الاقتصادي الذي دمرته الحرب العالمية الثانية، وأيضا بسبب الآثار الوخيمة التي سببها الكساد الكبير خلال فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، والذي أثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية والمالية، حيث أدى إلى إفلاس البنوك وتدهور أسعار المنتجات بشكل كبير. انتشرت البطالة وأصبح هناك فقدان مستمر للثقة بالعملات الوطنية، وأصبح هناك تزايد كبير على طلب الذهب. هذا الأمر أدى إلى تقلص في حجم المعاملات النقدية في مختلف الدول، وانكماش في التجارة، وانخفاض في مستويات المعيشة. ما هي الوظائف التي يقوم بها صندوق النقد الدولي؟ يمكن أن نقول بأن صندوق النقد الدولي يقوم بالوظائف الرئيسية التالية. أول وظيفة من الوظائف هي الوظيفة التنفيذية، وتعني الوظيفة التنفيذية قيام صندوق النقد الدولي بسن القوانين والأنظمة. الهدف من سن القوانين والأنظمة هي تحقيق مهام هذا الصندوق والتي سوف نتحدث عنها لاحقا. الوظيفة الثانية بعد الوظيفة التنظيمية هي الوظيفة المالية، والوظيفة المالية تتم من خلال إدارة القروض القصيرة الأجل التي تعطى للدول الأعضاء التي تعاني من صعوبات في موازين مدفوعاتها. الوظيفة الثالثة وهي الوظيفة الاستشارية، وتعني تقديم المشورات الاقتصادية والمساعدات الفنية للدول الأعضاء. إذا كانت هذه هي وظائف الصندوق الرئيسية، فما هي مهام صندوق النقد الدولي؟ تتمثل مهام صندوق النقد الدولي في الآتي: أولا، تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف وترتيبات الصرف في المنظمة بين الدول الأعضاء بشكل يشبه نظام المدفوعات الدولية متعددة الأطراف. المهمة الثانية من مهام صندوق النقد الدولي هي تحقيق نمو متوازن للتجارة الدولية، بما يكفل ذلك رفع مستوى الإنتاجية والدخول الحقيقية وتنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاء. المهمة الثالثة وهي تعزيز التعاون النقدي الدولي من خلال المشورة التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء في مجال رسم السياسة الاقتصادية والمالية وتنسيق السياسات بين الدول الصناعية الكبرى.
إذا نلاحظ أن صندوق النقد الدولي في هذه المهمة يتدخل في السياسات الاقتصادية والمالية للدول عن طريق تقديم مشورات، وهذه المشورات تتضمن كيفية سير السياسة الاقتصادية داخل الدولة، لأن صندوق النقد الدولي لا يقوم بإعطاء قرض إلا بعد أن تقوم الدولة المقترضة بإجراء بعض السياسات، وهذه السياسات هو الذي البنك صندوق النقد الدولي هو الذي يختارها، ومن ثم يشرف على تطبيقها، وفي بعض الأحيان يتدخل، وهذا فيه خرق لسيادة الدولة. المهمة الرابعة وهي تقديم التسهيلات الائتمانية للدول الأعضاء اعتمادا على آليات ائتمان من أجل إعطاء هؤلاء فرصة لتصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها، بدلا من اتخاذ الإجراءات التي قد تولد اختلالات اقتصادية واجتماعية كبيرة. إذن هناك آليات ائتمانية يقوم من خلالها صندوق النقد الدولي بتقديم تسهيلات ائتمانية عبارة عن قروض، الهدف من هذه القروض هي تصحيح الاختلال الموجود في ميزان المدفوعات، بدلا أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات مثلا، كما يمكن أن نقول بخطة خمسية. هذه الخطة الخمسية تتضمن زيادة في الأسعار ونسميها جرعة، هذه الجرعة قد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية، لا يستطيع المواطنين أن يتحملوا هذه الجرعة، فبالتالي قد تولد هذه اختلال اجتماعي ويولد أيضا مشاكل اقتصادية، الأمر الذي يدعو إلى عدم اتخاذ هذه الإجراءات وتفضيل تدخل صندوق النقد الدولي من خلال التسهيلات الائتمانية التي يقدمها للدول الأعضاء. أيضا من مهام صندوق النقد الدولي تقديم المساعدات الفنية في مجال عمل البنوك المركزية ومحاسبة موازين المدفوعات والضرائب وغيرها. كما يوفر صندوق النقد الدولي أيضا تدريبا متقدما للعاملين في المجالات المذكورة في الدول الأعضاء من خلال معهد الصندوق. إذن هنا يقدم مساعدات فنية للبنوك المركزية في الدول الأعضاء، يقوم بمراقبة ميزان المدفوعات والضرائب وغيرها، يدرب العاملين في المجالات المذكورة. إذا كانت هذه مهام الصندوق، فكيف يتم تنظيم الصندوق، أو ما هي أو الهيكل التنظيمي للصندوق؟ أولا، تعد حكومات الدول الأعضاء في الصندوق مصدر السلطة فيه. إذا السلطة هي من؟ لمن؟ لحكومات الدول الأعضاء. ذلك أن الصندوق هو ليس جهازا مستقلا، بل يعتبر كوسيط بين إرادة أكثرية الأعضاء والبلد العضو المعني الذي يطلب قروض من الصندوق. إذا الصندوق هنا جهاز يكون في الوسط، يكون في الجانب الأيمن الدول الأعضاء، وفي الجانب الأيسر يكون البلد العضو الذي يطلب قروض من الصندوق، فهنا يتوسط ما بين أصحاب الأموال وكل من هو موجود من هذه الدول الأعضاء ولكنه يحتاج إلى أموال، فهو يمكن أن نقول بأنه يأخذ الأموال من الدول الأعضاء التي لديها فائض إلى الدول الأعضاء التي يكون لديها عجز في ميزان المدفوعات. يتألف الصندوق من الأجهزة التالية: أول جهاز من أجهزة الصندوق هو مجلس المحافظين. مجلس المحافظين هذا يمثل السلطة العليا في الصندوق، ويعقد هذا المجلس اجتماعا سنويا بهدف التشاور بشأن النظام النقدي العالمي، ويمثل كل عضو في المجلس بمحافظ واحد يعاونه محافظ مناوب، يعني من كل دولة هناك عضو، هذا العضو نسميه محافظ ويعاونه محافظ آخر، وعادة ما يكون المحافظون من وزراء المالية أو محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء. الجهاز الثاني وهو المجلس التنفيذي، هذا المجلس يتولى إدارة أعمال الصندوق، ويتكون من 24 مدير تنفيذيا يمثلون مصالح دولة أو مجموعة دول معنية أو معينة، يجتمعون 3 مرات أسبوعيا على الأقل للإشراف على تنفيذ السياسات التي تصنعها الحكومات الأعضاء، وغالبا ما يتخذ المجلس قراراته عن طريق إجماع الآراء بين أعضائه. ثم بعد ذلك لدينا المدير العام، ويتولى إدارة اجتماعات المجلس التنفيذي حيث يعين من قبل المجلس المذكور نفسه.
ثم بعد ذلك لدينا هيئة الموظفين، وهم موظفي الخدمة المدنية يرأسهم المدير العام، يبلغ عددهم حوالي 600 موظف، ينتمون إلى حوالي 116 بلدا، معظمهم متخصصين في الاقتصاد والإحصاء، إضافة إلى باحثين وخبراء مال وقانون، وهم مسؤولون أمام الدول الأعضاء عن تطبيق السياسات التي يكلف الصندوق بتنفيذها. ويعمل موظفو الصندوق في مقر الصندوق بواشنطن، فيما يعمل عددا منهم في عواصم عالمية أخرى. كيفية العضوية في صندوق النقد الدولي؟ يتيح الصندوق الفرصة لأي دولة مستقلة في عضويته بشرط أن يوافق على الالتزام بالنظام الأساسي، أي أن توافق الدولة العضو على أن تلتزم بالنظام الأساسي للصندوق بما في ذلك الواجبات وتحصل على الحقوق في نفس الوقت، وبمقدور أي بلد عضو الانسحاب من الصندوق وقت ما شاء، وله الحق أيضا بالعودة إليه. وتستخدم الحصة التي تقدمها الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي للأغراض التالية: الحصص مجموعة الأموال التي تقدمها الدول الأعضاء. أول استخدام أن هذه الحصص تعتبر مصدرا لإقراض الدول الأعضاء التي تعاني من صعوبات تمويلية. أيضا الحصة تعد معيارا بيد الصندوق لتحديد حصة العضو من قروض وموارد الصندوق. أيضا تعتبر حصة البلد العضو أساسا لتحديد حجم قوته التصويتية، أي قدرته على الاشتراك في تحديد سياسات الصندوق، وتحدد هذه الحصة عن طريق قيام الصندوق بتحليل ثروة العضو وأدائه الاقتصادي. ما هي مصادر تمويل الصندوق؟ يعتمد الصندوق على مصدرين رئيسيين لتمويل موارده المتاحة، وهما الاكتتاب، حيث يعد اكتتاب الحصص أكبر مصدر لتمويل الصندوق، والاقتراض. الاقتراض من من؟ من الحكومات الأعضاء أو من السلطات النقدية أو البنوك من أجل برامج تمويلية معينة يستفيد منها الأعضاء نظرا للمكانة الائتمانية المتميزة للصندوق. كيف تتم عملية الاقتراض من الصندوق؟ تقتصر التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء التي تواجه مشاكلا في مدفوعاتها الخارجية نظرا لعدم كفاية حصيلتها من النقد الأجنبي لتسديد استيراداتها المختلفة. وهكذا يمكن للعضو طلب مساعدة الصندوق في صورة مؤقتة بغية تمكينه من تصحيح أوضاعه الاقتصادية. إذن التسهيلات الائتمانية يقدمها الصندوق للدول الأعضاء التي يوجد لديها مشاكل في المدفوعات الخارجية لا تستطيع تغطية احتياجاتها الخارجية بسبب عدم وجود النقد لديها، ولا تستطيع أن تستورد أي مواد. هنا تقدم الدولة العضو طلب اقتراض من الصندوق، وهنا الصندوق يقوم بمساعدة هذه الدولة بصورة مؤقتة لكي يمكنه من تصحيح أوضاعه الاقتصادية. وبهذا نكون قد أنهينا محاضرتنا حول صندوق النقد الدولي، وأنا على استعداد تام لتلقي جميع الاستفسارات حول هذا الموضوع، ونلتقي في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.